عودة إلى أخبارنا، حيث احتفى معالي وزير الإعلام سلمان الدوسري بالتغطية الإعلامية المميزة على المستوى العالمي لرحلة رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريان برناوي إلى محطة الفضاء الدولية. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: أصداء دولية واسعة لصعود المملكة إلى الفضاء، نحو 6000 مادة في وسائل الإعلام حصدت 151 مليون مشاهدة وأكثر من 572 مليون مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.